انت عارفه انا لو كنت قلت لابويا انا هعمل فيلم تسجيلي عنك كانت شائم. انا مره قلت في مقاله من المقالات لم تكن جزءا من الحياه بل كانت الحياه جزءا منك. بابا كان دايما يقول لي خليكي صلبه وانا بنت ابويا. ابويا كان صلب قوي. حنان برحب بيكي معايا فانتيك، وبقى عايزه اقول لك النهارده مبروك على ليله الحب اللي عملتيها للاعلامي فيت فوزي. يعني النهارده ذكرى رحيله، وكمان انت عامله له فيلم تسجيلي وتكريم لي. عايزه اعرف شعورك النهارده بالنجاح بتاعت ليله الحب. اولا قبل اي حاجه انا سعيده جدا بوجودكم وسعيده جدا بتغطيتكم، يعني ده يعني معزه كبيره جدا وشرف، فشكرا جدا للاهتمام. اصل الاهتمام ده حاجه عظيمه ونادره في العصر ده. لما بلاقي اهتمام ومحبه بالشكل ده فلازم اشكركم نمره واحد على الاهتمام والمحبه والتغطيه العظيمه دي، لان انتوا شاركتوني في حب ابويا، يعني شاركتوني في احتفاليه حب مفيد فوزي بتواجدكم. كل الناس اللي جت حضرت، سواء اللي اتكلمت او اللي حضرت او اللي عملت تغطيه، كلهم معايا شاركوا في الاحتفاليه بتاعت حب مفيد فوزي. فيلم التسجيلي وانا عارفه ان هو عامل كتاب عن سيرته الذاتيه، هل موصيكي برضو بانه يتعمل فيلم ولا لا؟ ابدا. يعني انت عارفه انا لو كنت قلت لابويا انا هعمل فيلم تسجيلي عنك كانت شائم. والله العظيم انه بابا كان بيحب بص انا مره قلت في مقاله من المقالات لم تكن جزءا من الحياه بل كانت الحياه جزءا منك، لانه هو بابا كان كده حقيقي. فانا لو كنت قلت له كده كان هيتشائم. فهو حكى في سيرته في كتابه، دي اقصى حاجه عملها، لكن الفيلم التسجيلي انا اللي فكرت فيه عشان دي الحاجه الوحيده اللي ما فكرش فيها. ممكن الفيلم يتحول ان هو ينزل السينما، يتعمل فعلا، يبقى فيلم ينزل لكل الشعب المصري. بصي انا متمنيه ان الفيلم التسجيلي ده ينزل في كل القنوات نمره واحد، ينزل على كل مواقع السوشيال ميديا عشان يتفرجوا عليه، لانه ده الحاجه المهمه اللي انا نفسي فيها، انه الاجيال اللي سمعت عنه اللي شافته تشوف تاريخه عامل ازاي. يعني ما فيش حد ما سمعش عن ابويا، حتى الاجيال الصغيره سمعت عنه، ودي بركه من عند ربنا. انا بس عايزه يعرفوا تاريخه، فده بيحكي تاريخه. فانا اتمنى ان الفيلم ده يعرض على كل المنصات. يتو ليكي دايما يا حنان، يعني على طول اكيد بيوصيكي بحاجه، ليه جمله معينه بيقولها لك على طول، كلمه معينه بيوصيكي. بصي بابا كان دايما يقول لي خليكي صلبه. ابويا كان صلب قوي وانا بنت ابويا، بس انا ما كنتش عندي الجراه بتاعته والاقتحام بتاعه. هو كان اكثر جراه او اكثر يعني اقتحاما ومبادره، انا يعني اهدى شويه، بس هو علمني ازاي اكون صلبه. فانا يعني انا مدينه ليه بكل حاجه حلوه، يعني ربنا يرحمه رحمه واسعه، ويكون الحاجه اللي انا قدمتها ليه النهارده تليق بالحاجات اللي هو عملها حلوه في الدنيا. هل في حد من الوسط الفني، انا عارفه كان مقرب جدا لكل الفنانين، كان في ما بينه وما بين استاذ مفيد اي زعل اي حاجه، وبعد وفاته ما توقعتيش ان هو يبقى من اول حاضرين العزاء يبقى موجود النهارده؟ ابدا. ده انا عايزه اقول لك انه اليوم اللي هو غاب فيه عن الدنيا وسافر للسماء كان في استفتاء على محبته. انا بقيت مش عارفه الناس جايه من الشرق ومن الغرب، والنهارده كمان يعني في استفتاء على محبته. عمر ما كان عنده ابدا، كانت علاقته دايما طيبه، واظن موجود في الفيلم انه هو كان بيحتفظ دايما بالاسرار وبيحترم دايما الخصوصيه. عمره ما كان عنده صراعات ولا خلافات مع حد، بالعكس دايما كان بيحترم الناس وكان بيحب الناس، والمحبه دي بانت النهارده وبانت في اليوم اللي هو غاب فيه.